ومعنا من باريس رئيس تحرير موقع صوت الضفتين نزار الجليدي. أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. عجز أوروبيا اليوم في الخروج بموقف موحد رغم المطالبات بواحد، واقعية القرار الأوروبي اليوم الموحد في ظل هذا التباين الكبير في وجهات النظر، هل نستطيع أن نرى موقف في الوقت القريب؟ أهلا وسهلا زميل هاني. تصريح ماكرون ينزل في خانة هذا الموقف الأوروبي الغير قادر على أن يكون موحد. أوروبا منقسمة جدا في أزمة غزة خاصة، وكشفت حرب غزة أن المعبد الأوروبي له شقوق كبيرة جدا، وذلك نظرا لثلاث أشياء مهمة جدا. أولا التبعية الأوروبية للقرار العسكري والسياسي الأمريكي، ثانيا الشعور بالذنب لدى بعض الأوروبيون خاصة من مسألة المحرقة مع إسرائيل مع اليهود ومع إسرائيل، وثالثا بأن أوروبا اليوم فيها حساسيات كبيرة جدا، يمينية متطرفة تعشق الحروب وتعشق بشكل أو بآخر بأن تكون جزء من آلة الحرب الصهيونية. أوروبا من خلال كل اجتماعاتها التي وقعت بعد هذه الحرب لم تنجح في قرار واحد، وهي اليوم في أزمة أخلاقية، أزمة اقتصادية سياسية وأخلاقية في داخلها. ماكرون اليوم يغير من لهجته ولكن قراراته متأخرة، كذلك مثل كل أوروبا التي لم تستطع أن تقوم بما يمكن فعله. أوروبا هذه التي صدعت العالم بمسألة الإنسان وحقوق والحرية والديمقراطية والقانون الدولي لم تستطع الآن أن تقف أمام الآلة الجهنمية الصهيونية في غزة، لذلك هي متورطة وتبحث عن حل، خاصة أنها أصبحت متضررة في كل يوم من هذه الحرب. أوروبا تتضرر في الداخل، هناك انقسامات كبيرة، الإعلام والحكومات في واد والشعوب في واد. ماكرون المهزوز جدا من أزمة خانقة سياسية قادمة، لا يستطيع أن يوحد أوروبا رغم أنه هو من يحمل قطار أوروبا، ولكن بان بأنه ضعيف. سيد نزار، اليوم ما سبل توحيد الموقف الأوروبي؟ النمساويون دائما يرفضون وقف إطلاق النار في غزة، الموقف الألماني بات واضحا، اليوم اللعب على المواقف الأوروبية الداخلية إلى أي مدى يمكن أن يساعد في موقف أكثر وحدة بشكل ما للضغط ربما على الولايات المتحدة في سبيل الوصول إلى وقف إطلاق نار في وقت قريب، أو ربما إدخال مساعدات إنسانية في وقت قريب؟ أوروبا تملك أكثر من ورقة للضغط في هذه الحرب، تملك أكثر من ورقة. أولا هناك أعضاء أوروبيون في مجلس الأمن، ثانيا أوروبا قادرة الآن أن توقف سيل وجسر المساعدات لإسرائيل، وخاصة تكف عن دفع أموال لإسرائيل والمد بجسر متواصل من المساعدات. ثم أن أوروبا أغلب الدول الأوروبية هي أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، ثم أن أوروبا قادرة بأن تقوم بعقوبات ضد إسرائيل وضد آلة الحرب مثل ما فعلت مع روسيا، رغم أنها تضررت وخسرت هذه المعركة مع روسيا، ولكن هي قادرة بأن توقف هذه المهزلة الآن وهذه الإبادة. أوروبا لها شركاء كبار في العالم العربي، وكانت تستطيع بشكل أو بآخر أوروبا أن تبني موقف مع العالم العربي، ولكن اهتزت صورة أوروبا للأسف، وبقت فقط في بعض التصريحات الآن التي تقول سنعاقب مستوطنون. القضية ليست قضية استيطاء المستوطنون، قضية احتلال حقيقي، وأوروبا تعرف بأن هذا الاحتلال غاشم وأن هذا الاحتلال غير ممكن بأن يبقى على حد سواه. واليوم أوروبا ربما هي قادرة بأن تكون خيمة، ولكن خيمتها للتفاوض إلى حد اللحظة بدون ركائز، باعتبار أنها خسرت الشارع العربي وخسرت الداخل الأوروبي. الداخل الأوروبي رافض هذه الحرب، الشوارع مملوءة بالمظاهرات، ثم أن هناك أطياف سياسية خاصة اليسارية في فرنسا وفي إسبانيا وبلجيكا اليوم أخذت موقف الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأخذت موقف ضد آلة الإبادة. لذلك نهاية السنة تبدو ساخنة سياسيا جدا في أوروبا، وهناك تأهب كبير وخوف من استيراد هذه الأزمة الآن، وتشنج أمني كبير في أوروبا، وهذا ما يرفضه المواطن الأوروبي الذي دفع من جيبه ومن ضرائبه لصالح حرب خاطئة في أوكرانيا وتورطت حكومات وشعوب. على الأقل هذه المرة يرى تورط الحكومات والإعلام، ولا يريد أن يتورط المواطن في مشاعر خاطئة، وهو الذي فهم الآن بأن هذه الحرب هي حرب إبادة وليست حرب استرداد حق، لأن العالم فهم، العالم الأوروبي خاصة الشعوب الأوروبية فهمت بأن القضية الفلسطينية قضية عادلة
وأن الخطأ يكمن في جسر أمريكا الممدود دائما إلى إسرائيل. طيب. بلا هوادف وهي التي تحطل. سيد نزار، يعني إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الدولة الجارة، نتحدث عن بريطانيا اليوم، يبدو أنه حتى الموقف بدأ شوي يميل صوب موضوع وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات. وزير القوات المسلحة البريطاني كان في مقابلة مع سكاي نيوز عربية يدعو إلى تسوية للتعايش السلمي مع إسرائيل. الاتحاد الأوروبي يمكن ليس باستطاعته الضغط بشكل مباشر على الولايات المتحدة، ولكن بريطانيا دولة قوية ذات ثقل ومؤثرة وحليف استراتيجي للولايات المتحدة، هل يمكن أن يكون لها دور في المرحلة المقبلة؟ طبعا وبريطانيا عضو في مجلس الأمن، من هنا يمكن أن تلعب بريطانيا دور مهم، وخاصة أن بريطانيا لها رغبة في أن تعود إلى الاتحاد الأوروبي. الآن بريطانيا التي خسرت عضويتها في الاتحاد الأوروبي باختيارات سياسية تريد أن تعود إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن تريد من هذه الحرب أن تكون هي خيمة التفاوض وليست فرنسا. هناك تنافس فرنسي بريطاني على هذا الموضوع. أعتقد بأن البريطانيون من خلال الداخل البريطاني المتأجج جدا يعرفون جيدا بأن لا بريطانيا ولا أوروبا تملك اقتصادات حرب أولا لتمويل هذه الحرب أكثر من 90 يوم، وهو السقف الأعلى للاتحاد الأوروبي لمساعدة إسرائيل. ثم أن تعرف أوروبا بأن الشارع سينقلب بشكل أو بآخر، وخاصة في بريطانيا مع بداية السنة الجديدة، والجميع يعلم بأن أوروبا لها انتخابات أوروبية قادمة قد تعصب بأغلب الحساسيات السياسية التي كانت في هذه الحرب. لذلك لا أصبح لا عيب لديهم بأن يتكلموا مع حماس، لا عيب لديهم بأن يستدعوا شخصيات بارزة للتفاوض أو حتى عن طريق الوسائط، ولا عيب عليهم أن تستقبل بولاندا وزير رئيس الموساد الأمريكي، رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس الموساد الإسرائيلي، والنقاش مع قطر كوسيط، وكذلك النقاش مع مصر وهو الوسيط المحبذ لدى إسرائيل. بريطانيا تريد أن تلعب هذه الورقة من خلال هذا الضغط، وربما حضور اليوم وزير خارجيتها في مصر هو لدفع المساعدات في آخر السنة كعربون من بريطانيا على أنها قادرة أن تفعل الكثير. نعم بريطانيا قادرة لأنها عضو في مجلس الأمن، ثم أن لديها ضغط كبير جدا حتى وإن كان في الكواليس على كل الجهات، على إسرائيل وعلى الأمريكان في نفس الوقت. طيب سيد نزار، حتى لا يدهمنا الوقت في موضوع يجب أن نتطرق إليه بعد شوي عن الاتحاد الأوروبي وعن حماس، التي كشفت صحيفة إسرائيلية اليوم عن سقف الشروط لإنجاح عملية تبادل المحتجزين والأسرى، تطالب بتسليم البرغوثي ومعتقلين مهمين، إضافة إلى وقف مستدام لإطلاق النار. كيف تقرؤون هذه المطالب؟ حماس طبعا هي طيف سياسي في النهاية، وهي تجيد اللعبة السياسية. حماس اليوم تعرف بأن ما بعد الحرب هناك لعب سياسي وهناك كواليس سياسية، لذلك سقف حماس سيكون كبير جدا 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 نظرا للفاتورة. هناك مشهدان، هناك مشهد فيه إسرائيل تبيد وتحقق ربما بين قوسين بعض النتائج العسكرية، ولكن هناك المقاومة شرسة وشرسة جدا وتعرض حقائق تهز حتى الداخل الإسرائيلي. لذلك تعرف حماس وتعول على اتصالها أولا وعلى وجع أسهمها ثانيا، وتعول على اختصاصها الآن في حرب الشوارع التي لن تستطع إسرائيل أن تقوم أمامها أو تقف أمامها. لذلك سقف المقاومة وسقف حماس عالي وعالي جدا، وينطلق ربما لأول مرة ستكون كلمة استقلال فلسطين على الطاولة. مسألة تبييض السجون هي مسألة محسومة في نقاش حماس وفي مفاوضات المقاومة. مسألة الإيقاف، لا يمكن لحماس أن تقبل تفاوض اليوم وتحت خط النار وتحت البارود. ما هو معروض لإسرائيل؟ نعم. مرفوض. وحماس تعتقد بأن ما تقدمه إسرائيل اليوم هو مصيدة فقط. نتنياهو يريد أن يقول للداخل الإسرائيلي: ذهبت إلى حماس، هرولت إلى حماس، قدمت مقترح، حماس إرهابية لا تريد. لذلك هو يريد أن يواصل في هذه الحرب، يريد دعم، ويقول بأن حماس رفضت. ولكن حماس لها ثلاث لاءات مهمة. أولا تفاوض تحت البارود، ثانيا لا حديث عن حرب تتواصل، لا حديث عن هدنة، يعني الحديث عن وقف نهائي، ثم لا حديث بعد اليوم عن احتلال. نعم سنتكلم عن مرحلة جديدة. نعم سيد نزار. نعم من باريس رئيس تحرير موقع صوت الضفتين نزار الجليدي، شكرا جزيلا لك.